يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية ووسط سيناء، فيما يسود ليلا طقس حار رطب على معظم الأنحاء. وهذه مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى، نبدأها من القاهرة والتي سجلت 37 والصغرى 26، الإسكندرية 33 25، مطروح 33 24، بورسعيد 33 25، والإسماعيلية 38 24. أيضا السويس العظمى 37 والصغرى 24، العريش 34 24، وطابة 36 26، شرم الشيخ 40 29، والغردقة 39 28. أيضا الأقصر العظمى 42، الصغرى 27، أسوان 43 29، الوادي الجديد 43 25، وشلاتين العظمى 39 الصغرى 27، وحلايب أخيرا العظمى 35 والصغرى 28. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن.